النهاردة مشاهدينا ذكرى ميلاد واحد من أهم المخرجين اللي صنعوا كلاسيكيات الدراما زي الوسية وليالي الحلمية بأجزائه الخمسة والشهد والدموع وامرأة من زمن الحب وعفاريت السيالة. أعمال كتير مهمة صنعت منه شيخ للدراما هو المخرج الكبير إسماعيل عبد الحافظ. اليوم هو ذكرى ميلاد مخرج من طراز فريد حفر اسمه بين مخرجي جيله من خلال أعمال درامية خالدة صنعت منه شيخ الدراما. هو المخرج الكبير إسماعيل عبد الحافظ. ولد إسماعيل عبد الحافظ في 15 من مارس بمحافظة كفر الشيخ، وتخرج في كلية الآداب قسم لغات شرقية بجامعة عين شمس عام 1963 بتقدير جيد جداً مع مرتبة الشرف. رفض العمل معيداً بالكلية بعد حصوله على خطاب تعيين للعمل بالإذاعة والتلفزيون، وعمل كمساعد مخرج في مراقبة أعمال الأطفال، ثم انتقل عام 1965 إلى مراقبة المسلسلات. شكل ثنائياً استثنائياً مع صديقه أسامة أنور عكاشة حين بدأ في نهاية الستينيات، ودشنا مدرسة درامية جديدة قائمة على مناقشة القضايا المصرية في إطار مجتمعي جاد يهدف إلى تغيير المعتقدات الخاطئة وإرساء القواعد السليمة لتأسيس مجتمع مبني على القيم والمبادئ الأخلاقية. وخرجت إلى النور مسلسلات بقيت خالدة في تاريخ الدراما المصرية مثل الوسية، ليالي الحلمية بأجزائه الخمسة، الشهد والدموع، امرأة من زمن الحب، وعفاريت السيالة. وتوقف إنتاجه الإخراجي بعد وفاة أسامة أنور عكاشة في 2010 حزناً عليه. توفي إسماعيل عبد الحافظ صباح يوم الخميس 13 من سبتمبر عام 2012 عن عمر ناهز 71 عاماً في باريس بعد صراع مع المرض، تاركاً خلفه إرثاً كبيراً من روائع الدراما المصرية.